السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبدأ عدد اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه لاعب رجوي جديد يغيب عن لقاء شباب محمدية. وفي تفاصيل الخبر غتشهد تركيبة فريق الرجاء الرياضي اللي غتواجه شباب محمدية عشية اليوم غياب 5 لاعبين الإصابة، وكتضم لائحة الغيابات كل من فابريس دقومة، عبد الإله الحفيظة، أيوب ناناح، إلياس الحداد، إضافة لعبد الرحيم الشاكير. والتحق الشاكير بقائمة الأسماء الغائبة على كتابة الإطار الوطني لجمال السلامي أمس الجمعة بعد ما تبتات الفحوصات الطبية تعرضوا للإصابة على مستوى أسفل الساق. وفي سياق متصل كيواصل كل محمد دويك، فابريس نكا، أنس جبرون الغياب الاختيارات التقنية بعد ما أخبرهم جمال السلامي أنهم غيعتمدش عليهم في هذا الموسم. البكاري مباراة المحمدية لديها حساسية عند الجمهور وهدفنا الحفاظ على الصدارة. وأكد محمد البكاري المدرب المساعد جمال السلامي أن مواجهة فريق شباب محمدية مباراة جد عادية، وقال البكاري ليومية الصباح أن مواجهة نصر الخضر شباب محمدية أدية رغم كتكتسي من حساسية بين جماهير الفريقين. وشار المساعد مدرب الرجاء الرياضي أن فريقه كيستهدف الفوز باللقاء من أجل الحفاظ على الصدارة بالرغم من العياء اللي طال اللاعبين جراء ضغط المباريات والسفر وسط الأسبوع للسنغال. ووضح البكاري أن شباب محمدية منافس عنيد غيدخل المواجهة بهدف تأكيد انطلاقته الجيدة هذا الموسم، وبرز أن جمال السلامي كيدرك أهمية اللقاء بالنسبة للجمهور، لذلك حاول رفع الضغط على اللاعبين بغية تحقيق الانتصار مواصلة الصدارة إن شاء الله. إحصائية أرقام قبل لقاء الرجاء وشباب محمدية. وفي التفاصيل غيحل فريق شباب محمدية اليوم السبت ضيف على فريق الرجاء الرياضي بالمركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء ضمن 5 جولات البطولة الوطنية، وكيسعى الرجاء الظفر بفوزه الرابع التوالي ومواصلة ريادته لجدول الترتيب، بينما كيأمل شباب محمدية في العودة لسكة الانتصارات اللي خاصمته في المباراتين الأخيرتين، وكيبحث شباب محمدية الأول فوز ليه ضد الرجاء الرياضي في البطولة الوطنية منذ أكثر من 20 سنة، وتحديدا شهر شتنبير سنة 2000 ملي تغلب عليه بثنائية نظيفة برسم أولى جولات موسم 2000-2001. وتمكن شباب محمدية 10 سنوات بعد ذلك وبالضبط شتنبير 2010 من تجاوز فريق الرجاء الرياضي، لكن المباراة درجت وقتها ضمن ثمن نهائي كأس العرش وحسم فريق شباب محمدية بركلات الترجيح ب4-3 بعد نهاية زمنها الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتقابلوا الفريقين منذ فوز المحمدية عام 2000 في 11 مباراة على صعيد البطولة الوطنية، تسعود منها انتهت بفوز نصر الخضر وحسم التعادل بيناتهم جوج مباريات، وحرزوا مهاجمي الرجاء الرياضي في المباريات المذكورة 15 هدف، بينما زاروا لاعبي شباب محمدية مرمى النصر الخضر جوج مناسبات. وكيتعتبر الفوز برباعية نظيفة أكبر حصة انتصر بها الرجاء الرياضي على شباب محمدية في 11 لقاء الأخير بالبطولة الوطنية، ثم بهدفين دون رد في مناسبة واحدة وبهدف نظيف خلال 7 مباريات، وحضر التعادل الإيجابي في مواجهة واحدة من أصل 11 الأخيرة في الدوري بين الفريقين وكان بهدفين مثلهم، كما خلص لقاء واحد للتعادل السلبي. 23 مليار مصاريف العصبة الاحترافية والرجاء الأكثر استفادة من منحها. وأقدت العصبة الاحترافية جمع العام السنوي العادي عصر أمس الجمعة بمركب محمد السادس بسالة ظل حضور عددي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا، وتم الاعتماد على تقنية التواصل عن بعد في الجمع مع رؤساء الأندية وفق التوصيات اللي كتنص على التدابير الوقائية اللي كتوصي بها وزارة الصحة. وسجل التقرير المالي السنوي للعصبة الاحترافية بمجموع 23 مليار سنتيم، هو المبلغ المالي اللي صرفته العصبة خلال الموسم الماضي، كان النصيب الأكبر منه الأندية القسم الاحترافي الأول، وجا فريق الرجاء الرياضي على رأس الأندية الأكثر استفادة من المنح المذكورة بعد ما توصل بمكيناز 1.5 مليار سنتيم بالنظر لتتويجه بلقب الدوري المحلي إضافة لوصوله لنصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية ونفس الدور من البطولة العربية للأندية البطالة. خبر في نفس السياق بعنوان مسؤول في العصبة الاحترافية الزيات كان يروج لفكرة ازدواجية المهام لإخفاء فشله التسييري، وأكد مصدر مسؤول بالعصبة الاحترافية أن جواد زيات رئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي كان كيروج لفكرة ازدواجية المهام لتوجيه الرأي العام خدمة المصالح الشخصية، وشار المصدر لأن جواد زيات اختار ترويج الفكرة المذكورة والتركيز عليها بشكل كبير ومبالغ فيه مع إهمال الجانب المتعلق بجلب عائدات مادية ساعد فريق الرجاء الرياضي على تجاوز أزمته المالية. وزاد المصدر المذكور عدم جلب العائدات مالية تساعد الفريق وتنعش خزينته خلى الزيات كيحاول ترويج الفكرة من أجل إخفاء فشله التسييري. الإسماعيلي المصري يخبر الرجاء بموعد وصوله، وتوصل فريق الرجاء الرياضي مراسلة من الإسماعيلي المصري منافسه في نصف نهائي البطولة العربية للأندية البطالة وخبره بموعد وصول المغرب من أجل تكلف الفريق الأخضر بترتيبة استقباله، وحدد الفريق المصري 8 يناير المقبل كموعد وصول المغرب.
هو يغادر البلد في 14 من الشهر نفسه حسب المراسله اللي توصلت بها اداره فريق الرجاء الرياضي. جدير بذكر ان اللقاء اللي غيجمع نصر الخضر الاسماعيلي غيجري يوم 11 يناير المقبل بالمركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء، مع العلم ان اللقاء الذهاب انتهى بهزيمه نصر الخضر بهدف للصفر. خبر في نفس السياق بعنوان الجامعه الملكيه تتكلف بمصاريف اقامه منافس الرجاء بالمغرب. وقررت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تكلف مصاريف اقامه الاسماعيلي المصري منافس الرجاء في البطوله العربيه للانديه البطاله بالمغرب في المباراه اللي غتجمع بينهم براس المربع الذهبي. ووضح مصدر جامعي مسؤول ان الجامعه وافقت على تحمل مصاريف اقامه الفريق المصري في المغرب بسبب الازمه الماليه اللي كيعاني منها الاتحاد العربي من جهه، ورفض فريق الرجاء الرياضي تحمل مصاريف اقامه الاسماعيلي المصري للمره الثانيه. وكان فريق الرجاء تحمل مصاريف منافسه في المباراه اللي كانت غتجمع بينهم في مارس الماضي ملعب مركب محمد الخامس، غير انها تلغات في اخر لحظه بسبب قرار الغاء جميع الانشطه الرياضيه بالمغرب وفرض حجر صحي شامل والتخفيف من مصاريف الاتحاد العربي اللي كيعاني بدور من ازمه ماليه كبيره. وافقت الجامعه الملكيه على تحمل مصاريف منافس الرجاء في اياب نصف نهائي البطوله العربيه للانديه البطاله. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم بجورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.